اختلفنا يعني اختلفنا مع كابتن خالد غندور كده بالفاصل في موضوع محمد عبد المنعم وان هو ممكن يروح الدوري الانجليزي دايركت ولا لا، وكابتن خالد هو انت اللي صح. صح؟ اه صح. طب كويس الحمد 70% لله. من مشاركه المنتخب لو انت في الفريق رقم 50. صحيح. اه فدي منتخب يعني مصنف من ال 50 من اول 50 من اول 50 فيقدر يروح عادي. عبد المنعم يلعب في الدوري الانجليزي عادي؟ اه طبعا. عادي. اه طبعا يلعب في الدوري الانجليزي. تصريح كبير ده. هو عبد المنعم عنده مواصفات اللاعب اللي بيتحمل ضغوط، اللي ما بيقلقش من اي مباراه، عنده شخصيه جوه الملعب، ولا لعيب مميز. مين تاني في الاهلي ممكن يلعب في الدوري الانجليزي يا كابتن خالد؟ انا افكر كده 1 2 3 4 5 6 7 مفيش حد يلعب في الدوري الانجليزي غير محمد عبد المنعم. هل مروان عطيه ممكن يلعب؟ هشام حمدي فتحي انا شايف ان هو يلعب في الدوري الانجليزي عادي. محمد هاني كورته تمشي في الدوري الانجليزي عادي جدا. على محترفين او مش محترفين ولا اي؟ انت بتتكلم عن النادي الاهلي محترفين كمان ممكن اقول لك يعني. ديانج طبعا يلعب. مروان مع الوقت ممكن اقول لك انه يطلع في حته تانية. الله مروان عطيه ممكن. اه طبعا مروان كويس. لكن هو عنده كتير لسه هيشتغل على نفسه فيها. هيشتغل على نفسه فيها ده طبيعي. خلي بالك وانا لسه بادئ النهارده في الاهلي. بدايته ما فيش انت بتتكلم في 8 ماتشات 10 ماتشات يعني كويسين جدا جدا، وراح منتخب مصر وكان كويس. انا شايف مروان لعيب كبير. كابتن احمد فتحي كان من اقوى اللعيبه في مصر. هي مش بالقوه ما نجحش في الدوري الانجليزي خالص. حتى لما راح الشامبيون شيب قعد على الدكه. تمام. جده نفس القصه. القصه يا جماعه ان الدوري الانجليزي ده عايز مواصفات خاصه للاعب عنده مهارات خاصه. لان انت لو هتلعب مثلا تقول على لعيب والله ده قوي وما اعرفش ايه، لا في الدوري الانجليزي في 40 واحد اقوى منك. فاهم؟ في الدوري الانجليزي اللي هو التاكلينج وقوي وبدني والحاجات دي، لا انت عايز مهارات مختلفه. ايه اللي ينجح الدفاع؟ محمد عبد المنعم لعيب قوي دفاعيا، بيلعب بدماغه، بيجيب جوان بدماغه، صغير السن. عايز اسالك سؤال تاني، هل ممكن كان اسال بس هشام الاول، الشناوي كان يلعب في الدوري الانجليزي لو السن مثلا اصغر او حاجه؟ امكانياته تسمح ولا في حراسه المرمى الامور صعبه؟ امكانياته تسمح طبعا. كانت تسمح. طبعا كانت تسمح طبعا. ما اقدرش احددك يعني ما اقدرش. مندي بيلعب في الدوري الانجليزي. لا ما خلاص مشي خلاص. هي المشكله يا كابتن بس في المينتاليتي، اللعيب المصري عنده المينتاليتي بتاعته يعني اللي هو ايه، انا رايح الاحتراف بلعب وارجع تاني. صلاح خد يعني خد مشوار كبير قوي، وصلاح منتاليتي بتاعته يعني مختلفه تماما عن اللاعب المصري. احنا هو تسجيل. احنا لزاز جدا نقعد نتكلم كده على ايوه كده جدا. ما هي الثقافه دي مهمه. انا وانت لزاز جدا نقعد نتكلم. انا اسالك سؤال، اقوى موهبه ظهرت في اخر 7-8 سنين كرمضان صبحي، فقلنا رمضان ده هيبقى اعلى من محمد صلاح. صح. راح رمضان لعب في نادي صغير، لعب احتياطي وما لعبش في الدوري الانجليزي. فاحنا دايما بيبقى عندنا ايه تطلعات، والله ده احنا في البطوله الافريقيه ولعبنا ضد القطن وضد ما اعرفش ايه. يا جماعه الدوري الانجليزي ده اقوى دوري في العالم. صح. وبيجي اللعيبه اللي بتروح له افضل لعيبه في العالم. فما تيجي تقول لي مثلا فلان يروح وفلان لا، ما هو في حد في ناس في العالم كله بتتمنى. انا يعني لازم بس اطلع فاصل. حسام مش لاعب هناك، عمرو زكي مش لاعب هناك. دي مواصفات خاصه. لا احمد حسن لاعب في اوروبا على فكره. عمرو ما كملش. عمرو ما كملش كسر الدنيا. طيب مين في الزمالك يملك مقامات يروح؟ انا شايف الجزيري في الدوري الانجليزي. اه سيف الجزيري. لا انا ما يعني الزمالك طبعا في حاله اللعيبه الموجوده يعني كنت شايف فتوح لعيب كويس. ممكن وعشان صغير في السن كمان. مين تاني كان يعني؟ الونش ممكن يعني. زيزو مش دوري انجليزي قوي يعني. زيزو يعني مين يقدر؟ زيزو ممكن يلعب في اوروبا بس مش دوري انجليزي. مين يقدر؟ ما يلعبش دوري انجليزي. ايه مين يقدر؟ عايز اسم فتوح. فتوح.